مرحبا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة. اليوم هاي الجولة جاي اسويها بالسيارة داخل مجمع او عفوا منطقة هوليرني. سابقا وانقمت ب يعني شرح مفصل عن هاي المنطقة وعن الاسعار اللي موجودة بهاي المنطقة، يعني اذا في اشخاص مهتمين يقدروا يراجعون الفيديو. بس اليوم حبيت اوضح انا موضوع الشقق، اكو يعني ثلاث مشاريع، يعني اذا في اشخاص حابين يسجلون بيها اللي موجود التسجيل، تاريخ الاستلام يكون بشهر العاشر او شهر يعني 2022 او بداية 2023. وهاي المجمعات اولا قنجار لايف اللي كثير جاي يصير عليه دعاية، ويعني بالتلفزيون في اشخاص يعني ما اعرف اذا عندهم معلومات انه هاي اذا الموقع صاير موضوع موقع شقق قنجان لايف صاير في مجمع قنجان اللي صاير على طريق 150 متر، وهناك عندهم الشقق الحالية اللي تسجل هي شقق 114 متر اللي يعني تسجيل ماله يعني تعطي 115000 دولار، وعند استلام مفتاح الشقة لازم تكون دافع 45000 دولار، وما تبقى من الشقة هي 30000 دولار تستلم يعني تسددها خلال 7 سنين للقسط. اذا اي شخص يريد عنوان الموقع ما اقدر ابعث لكم اياه، يعني دزوا اكتبوا بالتعليق او راسلوني على هاي الصفحة نفس اسمي. بالنسبة كخدمات كهرباء يكون كارت، ونظام الغاز ايضا يكون يعني ايضا بالكارت مباشر، وهي منطقه جميله جدا على شارع 150 منطقه رائعه هناك اللي حاب هناك. هاي بتصير على شارع 150 في مجمع قنجان نفسه اللي يعني بعد تقريبا عن مركز مدينه دربي شي 25 دقيقه على الاقل. بالنسبه لهوليرني اكو عمارتين جديدة هي بالتسجيل موجودة لأي شخص يريد يسجل. اكو مجمع اسمه شقق ميني سلافا اللي هي تعتبر على 4 عمارات واللي عندهم 3 مساحات 67 متر مربع 115 متر مربع 155 متر مربع. 67 متر مربع هذا استوديو يكون، وهذا يعني كتسجيل يعني اول ما تسجل تسدد 10400 دولار، وخلال حتى تسلم الشقة تستلم المفتاح لازم انت يعني مسدد تقريبا نصها 50%، هو سعر التوتال ماله الاجمالي 53000 دولار، شهريا قسط ماله 300 دولار. هو بالنسبة لل 115 متر مربع هو 1+1 اجمالي سعر الشقة 87000 دولار و400 تسجيل 14 عفوا عند استلام تسدد البدايه تسجل 13000 دولار، وعندين انتهاء لك لازم تسدد 14000 دولار الاخ، ولما تستلم الشقه لازم تدفع 20400 دولار، ويبقى عليك 40000 دولار تسددها بقسط شهريه 500 دولار بالشهر، وهي صايره مقابلين اذا جاوا تشوفون. بالنسبة هي صايرة خلفها هذه، بالنسبة للمساحة 155 متر مربع هاي 2+1 تكون، هاي سعرها الإجمالي 113000 دولار 150 دولار، تسجيل 15900، لما الهيكل يخلص لازم تسدد 19000 دولار، ولما تستلم الشقة لازم تسدد 750 دولار، يبقى القسط عليها 50000 دولار و400 شهريا ب 630 دولار خلال 80 شهر، كلها 80 شهر يعني 7 سنين اعتقد تمام استلامها. زين هاي بالنسبة لشقق ميني سلافا. بالنسبة هاي شقق هسه المقابلين هاي يسموها شقق، هي صايرة صفها ميني سلافا حتى نكون واضحين، 4 عمارات بصف بعض. بالنسبة للشقق هاي هسه الالاف سيتي،
هذه عندهم طبعا مساحات كثيرة تبدي من 104 متر، 104 عندهم، 135، 145، 167، 198، 194 متر، كلهم عندهم وايد مساحات حتى احنا ندوخ بعض. راح نقول الواحد زائد واحد متر المربع ماله اللي هو 114 متر، يعني هذا 660 دولار. عندما تسجل قسط يعني حتى نكون واضحين، 114 135 124 هاي اسعار 660 دولار المتر المربع، ما باقي المساحات 167 و 154 و 198 و 194 متر 630 دولار اسعار المتر المربع. هاي كتسجيل تدفع 17%، بعدين القسط الثاني 18% سدد، بعدين لما تسلم الشقة 50% لازم تسدد يعني كلفة الإجمالي مع الشقة. زين والتسديد الباقي أعتقد خلال 7 سنين. أيضا المساحات الصغيرة من 114 لحد 135 هاي 300 دولار شهري، الباقية 154 و 145 400 دولار، والآخر هاي مال ميني سلافا، عفوا هاي لا لافستي، هاي العمارات اللي خلفها ميني سلافا صارت هاي، والباقي 167 و 198 و 94 هاي 500 دولار. لا صار هاي ميني سلافا اللي حكينا عليها بالبداية، هذيك كانت هسه كنت احكي عليهم لا لا ستيب. هاي حتى يكون واضح للجميع الأسعار. هاي بالنسبة لثلاث مشاريع حاليا موجودة كأقساط، اللي حاب يسجل يراسلني كتير أعطيكم مكاتب العقارات حتى أنتوا تسجلون معهم وتستفسرون أكثر من عندهم. أتمنى إنه تعطيكم فد معلومة جديدة استفادتوا من عندها، إن شاء الله يعني أي شخص عنده استفسار أو أي شيء يقدر يراسلني وأنا أعطي جواب، أعطيكم أرقام مكاتب العقارات اللي أنتوا تقدرون تتصلون بهم وتستفادوا منهم. أتمنى إنه الفيديو عجبكم وأتمنى لكم موفقية ونجاح. طبعا هسه اكو أشخاص يقولون شنو هاي الفيضان هاي صايرة متشارعة، هاي منطقة هولين هاي بعد يعني هاي جديدة صار ما صار لها سنة موجودة هذا المكان المشروع، باقي يضربوه التمرين الثاني ويعدلون المجاري يعني في أراضي أسعار. وهاي أنا متذكرها بالفيديوهات السابقة، يعني أتمنى إنه تتابعوها، وإن شاء الله نلتقي لكم فيديو آخر. دمتم بخير وصحة وسلامة، تحياتي.